ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يعني البيتزا اللي بيحدد البيتزا وسعر البيتزا والماتيريال بتاعها هي حاجتين: التوبنج اللي هي الحشوة، صوص الطماطم، الزيتون، الجبنة، نوعيتها. خلوا بالكم انتوا بتستهزوا بحاجات نوعية الجبنة الموزاريلا، أسعار في السوق من 10 جنيه لغاية 100 جنيه كيلو. هنا بقى البيتزا الغالية والبيتزا الرخيصة. بتعرفيها ازاي؟ من شكل البيتزا بعد ما تستوي الجبنة، بتشد معاك ما بتشدش، بتبقى مخرزة مش مخرزة. نفس الموضوع موضوع الصوص بتاع البيتزا، ازاي تعمليه في البيت؟ يعني بلاش تحط كاتشب، لازم تشتغلي عليه. ده مثلا معانا لوز على طماطم على زعتر على توم، كل ده استوى مع بعضه، وجبت الهاند ميكسر او الخلاط وخلطتهم مع بعض. ادوني في الاخر الحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها ده. نبص عليها كده مخرجنا الجميل على القوام اللطيف ده كده. ده اساس اول حاجه افكر فيها اللي هو الصوص او التوبنج بتاع البيتزا. مفيش بيتزا لازم تاخد الصلصه دي، اهي هي دي اهي حلوه. تقدري بقى تاخد طعم الزعتر، اي اطعمه انت حباها، هي دي الشطاره. لازم يكون طعم الزعتر ظاهر فيها، او الريحان الاخضر او البيستو صوص زي ما انت حابه. اه ننزل بقى هنا كده، اللهم صل على النبي. آه. ولازم تبرد بقى وتحطها في الثلاجه. هفينا المزاج، عايزين ناكل شويه مكرونه مع الريد صوص، ماشي هنسلق مكرونه ونحط عليها الصلصه دي. هفينا المزاج، عايزين نعمل حته سبوكه حلوه. يعني ايه سبوكه يا شيف؟ حته اللحمه السبوكه الحلوه اللي هو اللحم الحلقات الرقبه اللطيف، نقدر ان احنا نعملها مع صوص الطماطم ده. الطلاينه بيسموا الصلصه دي عندهم الصلصه الذهبيه، وعندنا الصلصه البيضاء او الوايت صوص الذهب الابيض. طالما دول موجودين في اي مطبخ طلياني، اي حاجه ممكن تطلب منهم الاختلاط الاثنين مع بعض وهكذا. مقادير الميني بيتزا على الشاشه. عجينه هنشوف مكوناتها مع بعض، ومعانا التوبنج بتاعتنا جبنه موزاريلا، صوص الطماطم، ومعانا سلامي، ومعانا زيتون اخضر احمر، انا حابب الاخضر النهارده لطيف، ومعانا فلفله ملونه وبصل وطماطم. هو ده، ونصنع البيتزا اللي احنا حابينها. مقادير العجينه: كوبايتين من الدقيق، هياخدوا كوبايه زبادي، هياخدوا خميره، هياخدوا بيكنج باودر. انا بحب النهارده في مقادير عجينه البيتزا ان انا اضيف لها زبادي علشان تبقى العجينه طريه بعد ما تتخبز. عايز عجينه بيتزا طريه تقدري تسخنيها بعد ما تبرد وتاكليها تاني يوم. اه نفسي يا شيف والله ان يفضل مني حته بيتزا اكلها تاني يوم. اعمل ايه؟ في مكونات العجينه ما تحطيش حاجه. ايه هي؟ البيض بس. خدي السوشيال ميديا حبايبي اللي بيشتغلوا معانا 24 على 24، معلومه غير معلومه، عدم اضافه البيض لعجينه البيتزا يساعد على تسخينها مره واثنين وثلاثه دون ان تنشف او تبقى مجلده. حلو الكلام؟ اه يبقى احنا نشيل البيض خالص من عجينه البيتزا. طب انا هاكل بيتزا في الوقت الحالي، اه احط لها بيض. هاكلها مش هتبيت، احط لها بيض. بعملها في حفله وخلاص نخلص، احط لها بيض. يعلم من القيمه الغذائيه بتاعتها، وفي نفس الوقت كمان بيديها طعم مميز كده. حلوه معانا العجينه زي الفل. نعم يا غالي. لا اله الا الله. بيقول لي ليه؟ طب انت قلت ما تحطوش بيض، ليه؟ بيخلي العجينه ناشفه وبيخليها مجلده، ليه؟ اقول لك ليه. عملي، هات حبتين بيض واعملهم اومليت، واضربهم بالمضرب كده وحطهم في طاسه واعملهم اومليت. حلو اهو، بيض اومليت حلو. وسيب البيض الاومليت ده يبرد، وتعالى سخنه بعد ساعتين، والنبي لو عملت له حفله هو يسخن ينشف، كل ما تسخنه ينشف ويشد، يبقى زي البلاستيك. اه جرب الموضوع ده عملي، تعرف القاعده انا ببنيها على ايه. نفس القصه، دخلنا بيت هنا العجينه بردت، جينا نفرتها وجينا ان احنا نسخنها تلاقيها جلدت ناشفه كده ومكتومه زي الفل، انما تاكلها تبقى لطيفه زي الفل. العجينه معانا اهيت، تعرف ان العجينه خدت حقها من المكونات ومن الخميره والماده الرافعه ومن التخمير. ازاي؟ اول ما تقطعها بالسكينه كده، مخرجنا الجميل اساتذه المصورين، نشوف مسام العجينه ونشوف الحاجات والتفاصيل دي كده. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اه شفتوا التفاصيل دي؟ هي دي زي الفل. هناخد واحده كده ونخلي دينا كده ونشتغل بيها. حلوه. ونوسع الدنيا بقى عشان عندنا ايه شغل جامد قوي. نيجي مع بعض بقى
بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرد العجينه دي كده. لما بتعجني عجينه زي دي كده عايزاها تتفرد بسرعه، ما تاخدش منك مجهود. هعلمك حاجه حلوه، الاولاد بيخشوا المطبخ بيساعدوا ماما، فبتلاقي الولد او البنوته الحلوه فرحان بالعجينه ان هي متخمره، يوم يلعب فيها بايده كده، تيجي تفرد العجينه ما تفردش، تقول لي الشيف مغازي مديني المقادير غلط وانا اللي اتظلم في الموضوع ده. امال ايه يا عم الشيف؟ العجينه لاحظت حاجه، ان انا ما لعبتش فيها خالص ولا عجنتها زي ما هي كده بطبيعتها بفرتت. لا بص عايز اروح فين اهو، زي ما انا عايز اهو. بعد 30 دقيقه من عمليه العجن افرد العجينه زي ما انت عايز، رقيها رفعيها تخنيها زي ما انت عايز. اما اذا مسكتها وقلبتها وجيت افردها، والله والله ما تتفرد يا فاروق. تمام، اللهم صل. اي عجينه عايزه تشتغلي فيها بعد ما تعجنيها ريحيها، بعد ما ترقيها ريحيها. ليه؟ عشان تاخد وضعها. بسم الله ما شاء الله، حلوة. اللهم صل على النبي. شوف العجينة، شوف العجينة. حلوة. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ نعملها ميني بيتزا بقى، ميني بيتزا صغيرة، نعملها رولز زي ما احنا حابين. انا جاي على بالي يعني البيتزا دايما احنا بنشوف شكلها عند الراجل بتاع البيتزا بتبقى دواير، حلو الكلام. بتيجوا النهارده نعملها مع بعض بشكل تاني خالص هيعجبكم، غيري من الموضوع. نعمل ايه؟ هنعملها مربعات زي عجينة الملفيه اللي بتشتريها من الماركت، حلو الكلام. مربعات، بيتزا مربعات. طلعينا بياكلوها مربعات على فكره، واخواننا في المكسيك بياكلوها مربعات. شفتي اعمل ايه كده؟ كده اللهم صل على النبي. واحد نعمين ماشيين بقد بعض عشان حماده ما يزعلش انه خد الصغيره، اخت سعاد ما تزعلش ان هي خدت الصغيره. دول كام؟ 3 في 3 بكام؟ 9. عايزه تفردي العجينه دي تاني، كل اللي هتعمليه تمسكيها كده وتلمها كده وتحطها هنا بعيد عندي اهي، سيبيها لمده 20 دقيقه هتبقى زي دي تفرد. انما اخدها دلوقتي وافردها مجهود كبير عشان تتفرد، مش تتفرد صح، تبقى العجينه مكتومه، تبقى بالشكل ده كده. هنبدا ان احنا مع بعض نخبز. عندنا صينيه زي دي كده، شيل دول انا مش عايزهم بقى دلوقتي. اللهم صل على النبي. وناخد كده العجينه اهي. حلو والله فكره يا شيف. انا دايما البيتزا معروفه ان هي بتبقى مربعات، انما بيتزا بالشكل ده ده ما شفتوش قبل كده. جرب يا ست الكل، جرب. دول عايزينهم بالايه مثلا؟ بالسلامي؟ نعملهم بالسلامي. زي الفل. اجيب الصوص بتاعنا اللطيف الحلو وانا واقف كده. والله انت بتحب الصلصه كتير، انا مش بحب الصلصه كتير للامانه في البيتزا، ما بحبش الصلصه كتير خالص. قال الامانه والله لما يعني لما الاولاد يجيبوا لي بيتزا ويعزموني، بصوا انا عشان على فكره انا الحاجات دي ما باكلهاش بره، بس طالما لو انا مش هدفع فيها فلوس بقبل العزومه. بابا عازمينك على بيتزا، ماشي اكل. بابا عازمينك على حاجات فراخ وبتاع، ماشي اكل. انما انا اطلع اكلف نفسي واخد عربيتي واروح اكل بيتزا في مطعم، ده مستحيل. ليه يا عم الشيف؟ انا مش بحب الاكل بره. حلو الموضوع ده. البطل في البيتزا ايا كان نوع البيتزا بقى، من المطبخ المكسيكي، طلياني، مصري، امريكي، برازيلي، الموزاريلا والزيتون. والزيتون اختياري بس لازم موزاريلا، وانواع الموزاريلا كتير. في موزاريلا بتبقى سليمه عامله زي الكور كده، دي بتبقى لطيفه وحلوه، طلعينا اكتر حد بيستخدموها في البيتزا، بس دي سعرها غالي شويه، بتيجي مستورده وبتاع فبلاها. جيب الموزاريلا المبشوره
ومفيش حاجة اسمها بيتزا إيطالي، يعني البيتزا الإيطالي هم يعني أكتر حد بياكلوا البيتزا. إخواننا بتوع المكسيك هم مشهورين جدا بالبيتزا، والبيتزا بتاع اللي يعملها. يعني خدت بالك إزاي؟ وبعدين الله للأمانة يعني المخرج بيسألنا حبيبنا، البيتزا الإيطالي أنا مش بتتاكلش، ده دقيق ومية وشوية زيت. دي داخلها زبادي وداخلها زيت زيتون وداخلها خميرة وداخلها بيكنج باودر، داخلها تفاصيل كتيرة. الخبرة الطهوية أنا لعب دور حلو قوي. أنا بقى من البيتزا اللي بحبها يا عم فاروق، بحب البيتزا معروفة طبعا اللي هي مارجريتا، اللي هي صوص طماطم وجبنة وبس. والله للأمانة صوص طماطم وجبنة وبس، مفيش زيتون عليها حتى يا شيف. لا خالص والله. بس أنا بعمل تركاية حلوة بقى، باخد الجبنة الموزاريلا دي كده، شوفوا بقى إيه الشغل الشقاوة المطبخ بقى. أهو دي جبنة موزاريلا أهي، شوف بقى التركاية بتاعت المغازة دايما في كل حاجة يطلع لنا كده بإيه؟ بتركاية. ده زعتر عجبنا؟ جربي اللي أنا بعمله ده، جربيه يا ست الكل من فضلك. ودول شوية بابريكا وأقلبهم كده. حلو الاختراع ده يا مشيف. البيتزا هنا والجبنة طعمها ولونها اتغير. نعمل واحدة مارجريتا مع بعض، نعمل واحدة مارجريتا. ادي واحدة مارجريتا. درجة حرارة الفرن عندي 180 زي الفل. نعمل واحدة سلامي، نعمل واحدة سلامي. صدقيني والله هتعجب ولادك قوي على فكرة. حلوة. نعم. مارجريتا بالزيتون، نعمل مارجريتا بالزيتون اللي انت عايزه يا راجل. عايز شويه زيتون هنا، نحط شويه زيتون هنا. طالما حطينا زيتون نحط عليه شويه جبنه، ممكن نحط طماطم زي ما احنا عايزين. ده نوع مثلا. نطلع فاصل. زي الفل. عايز واحده بالايه؟ عينيا. حاضر. نعمل واحده بالذره. والله اعمل لك واحده بالذره. حاضر. شفت الذره؟ عرفت الذره ده جاي صلصه سلطه. بس بيتزا بالدورة؟ في بيتزا بالدورة لطيفة انا بحبها. الدورة ده تاخد جبنة موزاريلا تاكل صوابعك وراها. حط شوية الجبنة. والله اختراع ده. الدورة الصفرة دي في كل حاجة ممكن تستخدميها، سلطة، توبنج، حشوات، الواحد يقعد كده ياكل فيها بالمعلقة زي الفل. زي ما هي كده عم الشيف، في درجة حرارة الفرن 180 هندخلها الفرن. بدأنا بإيه؟ ثلاث انواع مختلفين. وفرضيت الفرن هنا تستوي. اللهم صل على النبي. جيب شكل البيتزا بقى وهي في الفرن. الله ايه الحلاوه وايه الجمال ده. تشكيله من البيتزا النهارده، ميني بيتزا بشكل جديد، مستطيل مربع زي ما انت عايزها. احنا نعمل حاجه التقليد ان احنا نخرج منه. هنطلع فاصل صغير ولسه حديثنا عن البيتزا مخلص. ولو عدنا نعمل حلقات بيتزا لمده سنه كامله هنعمل كل يوم نوع مختلف. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا عن البيتزا وعن الموز الكريسبي بالعجينه وسلطه لطيفه جميله سلطه الذره الصفراء. تروحوا بيتابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زلنا بنتكلم عن البيتزا وتفاصيلها واسرارها، تتعمل ازاي، حشواتها ازاي، ايه اللي بيخلي البيتزا غاليه والبيتزا رخيصه، هل هي العجينه، هل هي الحشوه، اكيد تفاصيل. ولما بقول تفاصيل صغيره ومعاني كبيره وطعم جديد اكيد ورا الحاجات الجميله ديت اسرار. دي طماطم والله جاي على بالي، انا بحب البيتزا اللي هي فيها طماطم وفلفل اخضر الخضار، ويا سلام لو شويه مشروم حكايه. ده الفلفل الاخضر بالشكل ده كده، قطع كده. اللهم صل على النبي. حلو تمام. ادي الفلفل، انا حابب شويه فلفل كده وشويه طماطم. وهنعمل ثلاثه مع بعض تانيين دلوقتي واحنا شغالين. نعم حاضر غالي. لا دي بقى عايزه موضوع، عايزه انك انت تخمر العجينه بعد ما تفردها وتبقى العجينه السميكه. بيسالوا عن البيتزا اللي هي بتبقى الاطراف محشيه جبنه، واضح انك انت بتشتريها، دي سعرها غالي شويه لانها بتاخد جبنه اضافي. بقول لك عايز تزود جبنه تدفع مبلغ وقدره، عايز تزود زيتون
ما شاء الله ربنا يزيدك. نحتاج بقى تجيب كل الاضافات. ادي الصلصه. الله حلو زي الفل. دي انا اخليها بالبصل والطماطم والفلفل، بيتزا بطعم خاص كده. دي بصلية، انا احب دايما الأمانة البصل على البيتزا صغير، ما بحبوش كبير. ليه بقى؟ لان لما بيبقى كبير ما بيبقاش مستوي، بيبقى في مرحلته ان هو خلاص يستوي، اجي اكله اشم ريحه بق بصل وبيت متهم ان انا باكل بصل، مع ان انا واكل بيتزا بس انت واكل بصل. فنصيحه اللي بيستخدم ويعمل بيتزا في حاجتين، يا اما يحط البصله ناعمه هتستوي بسرعه، يا اما امسك البصل ده شوحها على النار في معلقه زبده كده لطيفه ويبقى حلو. دي واحده بالطماطم، نعمل واحده كمان كده بالشكل ده كده، والزيتون. درجه حراره الفرن عندي 180. المفاجاه بقى ان الحلو بتاعنا النهارده موز مقلي. الموز المقلي ده يا عم الشيف هيتقلب ايه بطريقه مختلفه شويه النهارده. موز مقلي، تفاح مقلي، فراوله مقليه، تتعجن في عجينه الكريسبي وبخش على النار. انا النهارده هعمله بطريقه مختلفه. شفت السلامي دي كده اهي، الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، ايه الابداع ده النهارده. وعليها شويه جبنه موزاريلا، والبيتزا دي بتاعتي على فكره، احب تقطيع السلام عليها اهي، وصايه اهي جبنه كتير والله اهي. انا احب البيتزا عليها جبنه كتير. اللي بالخضار عشان اللي خارجين بقى من عيد، كل عام وانتم بخير، فيعني ما بحبش الزحمه في المطبخ. بعدين شويه يعني مش نبعد الفراخ ولا لا، كل حاجه ما النهارده فيه بروتينه كل حاجه كده. انا خلصت دول زي ما هم كده، حلو قوي، ندخلهم الفرن زي ما هم. اهم حاجه التركايه هنا الزعتر والبابريكا اللي انا حطيتهم على الموزاريلا ودخلتهم عليها بعد كده قبل ما احمر. شفت اللي في الفرن زي الفل. خلي دي تحت شويه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انتاج زي الفل، مرضي، بيتزا اللهم صل على النبي. نعم، ما نجرب يا غالي. هو يعني هي البيتزا اتولدت وتسجلت في الموثوقات تكون مربعة، قصدي مدورة؟ عادي ممكن تكون بيتزا دوائر صغيرة، ممكن تكون بيتزا مربعات صغيرة، عادي يعني. دايما نمشي مع الحاجة اللي ملهاش ايه تقيد. ايه؟ نقطع واحدة نصين يعني؟ شوف. حاضر يا فندم، حاضر حاضر يا حاضر. انا اعمل لك اللي انت عايزه. المخرج عايزني اقطع واحده نصين، عايز اشوفها استوت ولا لا. حاضر يا فندم، حاضر يا غالي. شوف العجينه بتقطب ازاي. بص على التفاصيل دي، اشيلها ولا احطها معايا؟ لقمة تانية؟ عايز. وعلى فكرة أنا اكتشفت دلوقتي حالا، والفضل يرجع للمخرج الجميل بصراحة، إن البيتزاية المربعة تقدر تقطعها بشكل حلو قوي وتكفي كتير قوي على فكرة. بقى سيرفيس بيتزا محترم، كف العيلة والجيران والحبايب.